إن الإنسان ليأسى عند أن يرى أناسا صاروا لا همة لهم في جمع المسلمين على الحق، يهجر المسلم بما لا يستحق الهجر ويبتعد عنه، وربما ترك معه السلام والكلام. وأخوه سني على الكتاب والسنة وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبغي بها بدلا. وقد زين له الشيطان سوء عمله فأوقعه في هجر إخوانه المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الهجر يا عباد الله، الهجر سبب للفساد والتنازع. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالهجر إلا بأن يهجر الكافر وأن يبرأ من الكافر. وإذا هجر جليس السوء وهكذا هجر جليس البدعة فإنه يهجره بالحسنى، واهجرهم هجرا جميلا. وإذا استخدم معه الشدة فإنما هي في مواضع قليلة حيث تنفع، لا تستخدم الهجر بشدة وبترك كلام وسلام إلا في مواضع قليلة في دين الله حيث تغلب المصلحة. وأما ما يصنعه بعض الناس من هجر أخيه المسلم فليس ذلك من طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هذه من الطرق المحدثة التي وقع بها أهل الغلو والشغب وأهل البدع، فعلينا أن نبتعد عنها عباد الله، وأن نحذر من هذه الأبواب